أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ما حق الجار الكافر، وهل يجب علي أن أسلم عليه أو أن أزوره في بيته؟ أما السلام عليه فلا تبدأه بالسلام، وأما الزيارة نعم تزوره، لأن هذا من حق الجار على جاره، تزوره تدعوه إلى الإسلام، تزوره وتدعوه إلى الإسلام لعله يسلم. نعم.